انقطع الاتصال. شيت العن شيء. اخطر شيء باي قصه رعب. سي فيو هوتيل، يعني منظر البحر وشيء كذا. واو، كانه فيلم صح. مايا، اي بريزوم دونت بي الارمد، يور فريندز بوكت يو ان. والله تخرع. استقاء حجزوا لها. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. Okay. You're very nice friends. Things that you're not supposed to say and that sort of thing. It's quite popular with students. No. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm? No, please, let her leave. It's okay. I'd rather just go to bed. I'm sorry. I'll stay. Fine. Which way are the rooms? Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and drop your key off in the box, if you will, Maya, please, tomorrow. Okay. طيب. جاي الساعة 2 الصبح. 2 صوت. حد قاعد يصرخ؟ انحاشي يطلع برا. انحاشي افتح ماما حاشكله. انحاشي اطلعي برا فندق، اطلعي برا. والله اطول اطلع برا اروح للشرطة. قسم بالله اكون الحين برا الشارع. الشارع قاعد اصرخ. شكله ما فيه فنادق. يمكن على اوكي. تصل حلو. ما في خط. ماستر كي رقم 2. ايش هذا يفتح كل الغرف؟ شو هذا؟ والله انحاشي صح، انحاشي تقعدين اطلعي برا. وات شو قاعدة؟ ليش ما تطلع؟ انا مكان الكن اطلع. السلام عليكم، حياكم الله، معاكم كوشياكو. هذه حلقة جديدة طبعا ولعبة جديدة، لعبة At Mid of Night. اللعبة بصراحة خرافية، لعبة رعب. ما ادري والله شو مطلوب مني بالضبط. يب مطلوب مني اجيب شيء، لازم نروح نفتش الهوتيل. يلا بسم الله. قلبي قاعد يرجع. راح نروح للدار الاول. في 3 أدوار مع الأرضي والقبو، وفي شخص اسمه جيمي. لازم نتجنبه بكل يعني قد ما نقدر. لازم نتجنب جيمي. أبى أحاول أفتش. معاي مفتاح الرئيسي. لف خلينا ندخل نشوف الغرف إيش فيها إيش ما فيها. محتاجين نفتشها، محتاجين بوصلة، ومحتاجين مرآة. لازم يكون عندنا مراية. ما في شيء هنا. اوكي، لقينا مفتاح الغرفة 106. حلو جدا. وش هذا؟ مضرب او شيء؟ ما ادري وشو. تشايلد شنطة اطفال. حلو. الكحول. شنط من اللي حاطهم هذي؟ خل نشوف ايش في هنا. قطعة قماش فيها مليانة دم. اخيرا لقينا المراية. ممتاز. 123. طيب وشوف هنا؟ خلينا نشوف هنا ايش فيه. ستيرز روم شي. جا
جيمي هذا اللي كنتكم عليه؟ البوصلة 102. أوكي كاب حقة الشيف، وهذا ما أدري وشو بس بجنبه ولاعة. هنا أوكي لقينا المفتاح الغرفة 122، ما في أي شيء ثاني. جيمي لا تطلع لنا بليز. إن شاء الله ما يطلع لنا. الحين لازم نروح الجهة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة ترتعش البنت، ترى متاهة تضيع من جد الخريطة. 102 بسرعة. يب هذا هو اللي لقيته. واو ان شاء الله لازم تكون هذه غرفة البوصلة. بسم الله انتهت لقيناها. جيمي 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 من هذي؟ لازم نروح دار القبو. جيمي شكله راح يطلع لنا الله يستر منا. شكله ما في أحد، ما أقدر أسوي شيء. المفروض إني أجي هنا بس ما أقدر أفتح الباية. يلا خلنا نطلع فوق، شكله ما في أحد. نروح الدور الأول. شوف وش اللي طلع لنا ذا، كأنه بنت صغيرة تستخدم ذا مرة ثانية. Is someone there? Hello? Hello, hello. هلا هلا. What's your name? شو اسمك؟ I'm Amy Bell. Amy. طيب. I saw a girl in the basement crying. Who was she? جيمي سجنها في القبو وقاعد يسرق منها أشياء. إيمي عمرها 10 سنوات بنت. طيب خلينا نشوف الشنطة في الأطفال هذه. Who did Charles Purse belong to? It was mine. It was for my birthday. حقتها العيد الميلاد وشكلها انسرقت. طيب خلينا نقول لي. أشوف سؤال. When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Mm-hmm. Yes, he took it when I wasn't looking and stole my money. I told him off, but he wouldn't listen. بحال هو جيمي سرق من اللعبة. قالت له لا بس هو ما سمع. شو هذي؟ المفروض نروح الجراوند فلور الدور الأول. جيمي موجودة؟ راحت. طبعا اللعبة أنا جربتها قبل ما نبدأ التسجيل، جربتها وخرب كل التسجيل حقي، ففي أشياء يعني أعرفها. الحين مطلوب إننا نروح الدور الأول. مو من هنا هذه. جيمي قاعد يسوي الشيء حرام. ها خلنا نسأل هذه. أيمي I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? ليش اخذ لعبتك؟ ايش رايك؟ ايش رايك ليش اخذها؟ What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? She hated him. Oh, وش سوى لها؟ وش سوى؟ جيمي سوى شيء. نروح الدور الأول. شت. جيمي بدأ جيمي يتحرك. ما شكله وراي. وراي Thank you.
كان. شيء محتاج نروح الغرفة 109. يلا خلنا نشوف هو الموجود ولا راح. خش بعين السحرية شكله راح. خلنا نتحرك نروح 109 إن شاء الله بس ما يطلع لي الحين. شكله مرة قريب. يلا بسم الله شوف الضوء يضوي. شوت قلبي قلبي قاعد يرجف. يلا بسم الله خلنا ندخل هذه الغرفة 109. حلو حلو دخلت. فتش المكان. اوكي كله جوائز مدري ايش. طيب احرق لها اللعبة من اليهود. احرق لها اللعبة. ليش مسكتها اساسا؟ ليش مسك اللعبة؟ خل نشوف ايش قاعدة تسوين يا ايمي. ليش مسكتيها؟ طيب I saw you holding a toy on fire. What happened? My hand got burned. It was really hurting. I couldn't tell anyone. يا حرام! انحرقت يدها. مسكت اللعبة وانحرقت يدها وما قدرت تقول لحد. طيب سيف. دورة غرفة 109. طيب لازم نروح الدور الأول والدور الثاني. ومن هذا طيب؟ هذا لا جيمي ولا إيمي. ما أدري مين. نشوف العين السحرية. انفاسك صوتها عالي. لو ما يسمع لو ما يدري وينك لا مر من جنب الباب يسمع صوتك انت قاعدة تنفسين كذا. جاية جاية الحين نشوف. هنا ان شاء الله اني ما كنت ضعت. يبي يبي جيت بالطريق الصح. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? I was trying to find a doctor, but Jimmy threatened me and made me stay. قاعد تدور الدكتور. الحين مطلوب نروح 110 الدور الثاني. اسمها مايا البنت ذي. هذه غرفتنا 101. خش يمكن لقينا المفاتيح فيها اساسا. اوه حلو حلو. راح اسكر عليه الباب. راح اسكر الباب على شو اسمه ذا. ثواني بس اشوف ايش فيني. اوه وتنزس. ايش جاب هذا غرفتنا؟ هذه غرفة مايا. وش جاب الابرة ذي في غرفة مايا؟ شهد ويل. راح اناديه وخليه يجي. هاي صوته مرة قريب. مرة ذا. I'm here. مايا قل. I'm here. طيب دخل.
كم عندي مفتاح 106؟ يب عندي مفتاح 106، خلنا دي بسرعة. والله قلبي قاعد يرجف، نصاب طلع برا حس دخل جواه، وما المفروض اني يدخل جوا الحمام، ما دخل طلع برا الغرفة. جيمي تحت، بس ما ادري ايش يبي، قصدي نطلع فوق بس ما ادري ايش محتاجين نسوي بالدور الثاني. هذا مين؟ من هنا تصور؟ بتضوي. اوكي لمبه قاعد تضوي. طبعا لمبات طلع لها دور نتعلم وين كان المفروض تروح له. I'm Dr. Bose. I'm just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. شكل هذه غرفة جيمي. اسمه دكتور بوس. من غرفة جيمي؟ جيمي غرفته رقم كم؟ خل نروح نشوف غرفته 217. يلا خل نشوف ايش سوى دكتور بوس. غرفة جيمي ايش تبي تسوي؟ جيمي بلاوي الدنيا تحت راسك. ايمي جيمي من بعد السيف لازال موجود. الدور الأول لازم نروح الدور الأول. هذا الدكتور، شكله هذا الدكتور بوس. طيب
وش صار؟ وش صار على إيمي؟ وش سالفة السيف؟ ليش ما قالولنا على السيف؟ أبفهم وش صارت؟ وش صاير؟ تذكرت شكلي راح احط المشروب مع السيف. المشروب مع السيف. الدكتور سالفته؟ الدكتور مع الخبز. الى الان ما شفنا حكاية الدكتور مع الخبز ذا. جيمي ايش قاعد تسوي انت؟ بلاوي الدنيا من تحت راسك. يلا خلنا نتحرك. ان قعدت عند الباب وناظر ما راح اطلع. تصير كل اليوم قاعدين بس يلا بسم الله. وراي مليود. أي غرفة دخلت أنا؟ أي غرفة؟ لا تدخل علي، لا تدخل. وخر دفاية قديمة يقول خطر. شكلها الدفاية. شو سالفة الدفاية طيب؟ شوفوا كاميرات مراقبة. Is someone there? Hello. تمام. إيمي. هاي يا إيمي، خذي ذا. الكحول. When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Mm-hmm. Maybe. She told me to keep drinking it. It was horrible. But then I started to feel strange. حرام يا إيمي. ها أكيد الحين نروح الدار الثالث. شوف إيش مطلوب مننا نسوي. والخبز هذا لازم نشوف إيش حكايته. ما أدري إيش حكايته. ولا لقيت الدكتور. لفيت ما أدري وين راح الدكتور. اختفى، ما هو موجود في اللعبة. شفت الفندق كله من أول لآخره، كل الغرف فتشتها. أسانسير، بسرعة الأسانسير. أنا وين رايح أساسا؟ هيدا. إيمي إيش قاعدة تسوين؟ ما أقدر أنزل مع الدراجينا. خلنا ننزل، ذبحنا هالمعفن ذا. خلنا نروح نجيب حاجتنا اللي هنا. حروح أجيب شيء. ما أدري إيش كان الصوت، صدمني بصراحة. أبي أنزل تحت أجيب حقة السبيريت بوكس. بعدين نشوف وين نروح. الأسانس الدرج ما أقدر أطلع منه للدور الثالث. ف شكل لازم أروح الدور الأول. ذكر الدور الأول كنا نقدر نطلع على الدرج. يب هذا هو الدور الأول. يلا خلنا نطلع فوق. الحين لازم نطلع الدور الثالث.
طيب الحين نكلم ايمي. Is someone there? Hello, Amy. Hello, hello. إيش قاعدة تسوين؟ هذه أيمي. أيمي إيش قاعدة تسوين يا أيمي؟ إيش قاعدة تسوين بالسطح؟ خلنا نسأل عندي. I saw you at the top of the stairs, on the banister. إيش قاعدة تسوين؟ What were you doing? أيمي راحت. أوه يا أيمي إيش قاعد تتسوين؟ خلنا ننزل. وين الدور الأول؟ هذا مو الدور الأول، هذا إيش اسمه القبو. سكرانة طاحت. مدري شو ضحكني. Is it Amy? Yes, it's me. Oh, Amy حلوتي الصغيرة. لا 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 please. I saw you lying at the bottom of the stairs. What happened to you? متي متي. متي يا أيمي متي متي ما راح تقومين. ما تدري وين مكانك يا حرام. جيمي جيمي يا الله بدون ما يذبحها جيمي ذبحها، أعطاها الخمر ومدري إيش قطع يدها وماتت. أوه ختمنا ختمنا قصة أيمي انتهت. قصة أيمي انتهت. حلو. What? خلصنا قصة أيمي. خلنا نشوف 19% كملنا. اوكي. اوه يا الله مرة كان مرة ستريس، كان مرة ستريس وضغط بصراحة بالنسبة لي اللعبة دي. بس يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، تكون هذه نهاية حلقتنا الأولى، وإن شاء الله راح نكمل الحلقات الجاية. بس ما تصور إنه يمكن بكرة، يمكن بعد بكرة راح ننزل الجزء الجاي. يا رب تكون عجبتكم السلسلة، لا تنسوا تحطوا لايك. أشوفكم الحلقات الجاية. معكم كوش ياكو، فمان الله. قصة أيمي عرفناها. وش قصة أيمي؟ أيمي جات مع أهلها لهالفندق المشؤوم سي فيو تمام هوتيل، وتعرفت وتعرف عليها جيمي. جيمي بدا يعذبها، بدا يسرق اغراضها، يسرق فلوسها، يسكر عليها تحت في القبو، عذبها تعذيب. بعدين شو اسمه احرق العابها، ومسكت ايمي الادو وهي يحرقها وانحرقت يدها. تبغى تروح الدكتور ردها، ما خلاها تروح الدكتور، عطاها شو اسمه هذه يوم صارت يده تعورها مره قطع لها يدها بالسيف المجرم جيمي تمام. بعدين صارت يده تعورها مرة راح عطاها شو اسمه الكحول عشان تخفف الألم. أو سكرت يا حرام المسكينة، صارت سكرانة قاعدة تتمشى في السلم، وأول ما شافت إنها تقدر تنط وتطير قالت جربت إنها تطير، وصارت مثل I believe I can fly يا حرام، ونطت من فوق الدرج وماتت. يعني قصة مأساوية. بس جيمي ما قتلها، هي قتلت نفسها بالنهاية.